المنطقة تتعرض للقصف العشوائي بقذائف الدبابات، بقذائف الهوزرات، بقذائف الهاونات والكواتيش. خلفت الحرب أكثر من 3000 شهيد في محافظة تعز. فكرتي أن أنقذ أرواح المدنيين بهذه الآلة الصغيرة، فكانت فكرة ممتازة جداً جداً. أنا أحمد النقيب من مواليد صبر الموادم، خريج إدارة أعمال 2006، عازب من منطقة صبر الموادم من تعز. أول ما نسمع صوت صفارة الإنذار الذين في البيوت ينزلوا إلى أطباق السفلى من البيوت. استمرار القصف على مدينة تعز والحصار الخانق على مدينة تعز وعلى اليمن بشكل عام لن تزيد الوضع الاقتصادي إلا سوء. احنا الشباب نجلس نلعب في الشوارع في كذا، نهرب نفر، الذي يفر إلى بيوتهم. الآن عند القصف وعند الضرب المدارس مغلقات، السياحة منغلقة، الأطفال لا يلعبون. عندما دخلت ميليشيات الحوثي وصالح إلى مدينة تعز فرضت حصار خانق، القصف العشوائي. عندما فرضت ميليشيا الحوثي وحاولت استهدافي عدة مرات، حاولت أننا أغير المكان من منطقة إلى منطقة، ليس لي مكان محدداً مع الضرب العشوائي. معين هنا إحنا وبعض الشباب وبعض كبار السن، فكانت فكرتنا أن إحنا نشوف الانطلاق ونشوف الهبوط إلى الأماكن المطلة على المدينة. فكانت فكرتنا أن إحنا نصيح للقذيفة أو الهوزر أو الكاتوش، ضرب ضرب ضرب. الناس كانوا يخبؤون هذه الأصوات حقنا. أتمنى من مدينة تعز أن تغادر ميليشيات الحوثي وصالح مدينة تعز وتعود المدينة إلى ما كانت قبل الحرب، وتعود إلى الأمن والسلام والأمان والعودة والمدارس وجميع الأشياء التي كانت من قبل.